سيفري المباراة كانت صعبة ونظن صعبناها على أنفسنا خاصة في الشوط الأول، وأنا شفنا بعض اللاعبين قلت لك خلقوا فوضى كبيرة، كل واحد يلعب على نفسه، هو يلعب على يلعب بور بيريود تيرمون دي ليكيب، وهذا الشيء مش مقبول. أنا نظن يعني في الشوط الثاني خاصة بعد التغييرات اللي درنا طلعنا شوية في الريتم. المقابلة كانت صعيبة بزاف، وين رطينا دي زوكازيون بزاف، والحمد لله ربي ما خيبناش، وين جبنا 3 بوان اللي جات بيناتي ماركاها الهبيري. آخر دقيقة تاع الشوط الأول تاع هدف ما سجلناهاش، مي بون أون فان دو كونت نورمالمون أو موا نستاهلوا نقطة، بعد ما نخسروش بهالطريقة ما نخسروش. ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة شافها غير هو، الله يهديهم هاد الحكام، شنو نقولوا الله يهديهم. احنا درنا اللي علينا، اداء تاع التحكيم كارثي، ضربه جزاء في الدقيقه التاليه ما كاش منها، اش دير الحمد لله صحيح.